ويوزعون الفشار والحلوى واللعب في ظل أجواء احتفالية في الوقت الذي يعرفون فيه أنهم يحرمون سكانا جوعا من مساعدات إنسانية، ومنهم مليون طفل فلسطيني. نفس الشخصيات الرفيعة المستوى التي بالإضافة لسماحها استهداف وقتل عاملين الإنسانيين على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية تشن حربا شعواء ضد الأنروا في إطار حملة الدعاية طويلة الأمد الرامية للتشهير بالأنروا وتقويض دعم المانحين في محاولة لتقريب هذه الوكالة من الانهيار بغية طمس قضية اللاجئين الفلسطينيين ومحوها. والواقع أن حرمان الأنروا من الأموال على أساس أفعال مزعومة ما زالت لم تثبت، أفعال بضع أشخاص من جملة عشرات الآلاف من الموظفين، يعني تجويع لاجئين فلسطينيين يائسين وعائلات مشردة في غزة من مساعدات تنقذ أرواحهم، ويعني حرمان لاجئين في المنطقة كلها من مساعدات لا غنى عنها، بما يلحق جسيم الضرر بهم ويزعزع استقرار بلدان المنطقة كلها. ضف إلى ذلك أن التصرف على هذه الشاكلة بالتزامن مع عدم محاسبة مرتكبي جرائم الحرب وجرائم ضد البشرية الإسرائيلية يسلط الضوء ويميت اللثام على ازدواجية معايير مؤلمة. ندعو البلدان المانحة من ثم التي أوقفت تمويل الوكالة لإعادة النظر في قراراتها بسبب الأثر الهائل لذاك القرار الذي يفاقم معاناة الشعب الفلسطيني، وهذا العقاب الجماعي المفروض عليه هذا الشعب الذي يعاني من ظروف لا توصف. السيد الرئيس، إن استخدام إسرائيل التجويع كوسيلة حرب أصبح واحدة من الأدوات الرئيسية في ترسانة الإبادة المستخدمة ضد الشعب الفلسطيني.